السلام عليكم، مرحبا بكم في كادي بي اكاديمي. اليوم غادي نشوفوا شنو هما الاخطاء ولا الحالات اللي كيتسببوا في الاغلاق ديال الحساب ديال امازون ديالكم. دونك انا وجدت لكم في هذا لا فيديو 6 ديال اسباب اغلاق حساب امازون. دونك غادي نبداو بالسبب الاول، هو المحتوى المكرر، يعني كونتوني دوبليكي. غادي ناخذ دو زيكزامبل. دونك ليكزامبل الاول بارابور نو كونتنت بوك، يعني كتب بدون محتوى. يعني كيكون عندكم الانتيريور على هذا الشكل، يا اما خطوط ولا اسطر، يا اما كيقدر يكون عندكم صفحات بيضين، والشخص كيقدر يدير بزاف ديال لي كوفر مختلفين، كيبدل غير الوان ولا شويه ديال لي ديزاين، ولكن المحتوى كيكون بحال بحال. يعني في هذه الحالة هذه نقدر نقول لكم محدنا كنخدموا على نو كونتنت بوك، يعني قال اللي عنده علاقة بنوت بوك للجورنالز. في هذه الحالة هذه نقدر نقول لكم بأن أمازون لحد الآن مازال ما كتحكرش بزاف على هذه القضية هذه. يعني كتلقى بزاف الناس كيصايبوا بزاف ديال لي كونت، بزاف ديال لي كوفر، ولكن ديما المحتوى كيكون عبارة على خطوط سوداء. دونك بالنسبة لي انايا امازون داروا واحد المحاولة ديال التغيير بالنسبة للنو كونتنت بوك. اللي ما شافش الفيديو بارابور شنو هو التغييرات اللي داروا يقدر يرجع الفيديو ويشوفها اون ديتاي. اون جينيرال داك التغيير سا كونسيرن جوج الحوايج اللي هما ما غاديش يبقى الاي اس بي ان، يعني داك لو كود بار كي جينيرا و زعما غراتويتمون من طرف امازون. وغادي تاني حاجه ما غاديش تبقى الخاصيه ديال، ولا ما بقاتش الخاصيه ديال لوك ان سايت، ولكن كما شرحت في لا فيديو هذا تغيير زعما ما غاديش يامباكتي الناس بزاف، حيت يقدر يخدموا بالاي بلس كونتنت ويديروا زعما يديروا دي زيماج باش يقدروا يبيعوا الكتب ديالهم لي نوت بوك لي جورنالز. دونك امازون بور لانستون ما كيحكروش بزاف على هاد القضيه ديال بزاف ديال لي كوفرتور وكونتوني واحد، يقدر من بعد يتبدل هاد الشيء. مي بور لانستون مازال ما كاينش شي شونجمون بالنسبه لهاد لي تيب ديال الكتوبه نو كونتنت بوك، دونك الكتب بدون محتوى مازال ما كاينش شي حاجه. اما بالنسبه للو كونتنت بوك اللي هو المحتوى قليل، فهاد الحاله هذه كما كتشوفوا هنا جبت لكم جوج ديال الصور ديال لي كوفرتور ديال الكورولين بوك. هاد الشخص هذا اللي حط هاد الكتوبه داير السميه ديال لوتور مختلفه بالنسبه للكتاب الاول، مختلفه على الكتاب الثاني، ولكن الا جينا نشوفوا غير لو ديزاين ديال اللوغو اللي داير هنايا راه نفس الشخص، يعني مبدل غير السميه ديال لوتور. الكونتوني لو ميم، يعني كاينين تصور ديال كولورين بوك. في هذه الحالة امازون يقدر يبانيو لو كونت ديال هاد اليوتيليزاتور هذا. علاش؟ حيت بالنسبة للمحتوى اللي هو لو كونتنت بوك كدير ليه بزاف ديال لي كوفرتور باش تقدر تبان اكثر. في هذه الحالة امازون غادي يقدر يبلوكي لك الكونت، حيت عندك محتوى واحد. يعني ما كنهضروش على لي جورنالز ولا لي نوت بوك ولا شي حاجه اللي باينه بانها خاصه غير بوغ يكتبوا فيها الناس ولا ينوطيو فيها شي حاجه. مي هنايا كنهضروا على الكولورين بوك. هنايا كدير سكون ابل الميسليدين انفورميشن، يعني الموفيز اكسبيريونس بالنسبه للكاستمر، وهذه شي حاجه اللي ما كتقبلهاش امازون. يعني نتايا بغيتي تعطي فرصه لراسك باش تبيع اكثر، غادي دير بزاف ديال لي كوفرتور وفي الاخر غادي يكون كونتوني واحد. دونك خاصك تشوف تكون في بلاصه ديال الكليون، يقدر يبان لي بان الكتاب راه مختلف على الاخر، دونك يشري هذا ويشري الثاني ويشري الثالث، وفينالمون يلقى بانه كونتوني غير واحد، دونك يحس براسو بحال تصيد، بحال تشمت. دونك داكشي علاش امازون ما كيقبلوش هاد لي موفيز اكسبيريونس ديال لي كاستمر يكونوا، حيت عاوتاني كاينه تاني ماج ديال امازون كي رونتر اون جو.
دونك بالنسبه لهاد الحاله هذه كنظن بان الا كنتي كديرها وكديرها بزاف من الاحسن ما تبقاش ديرها، سورتو ملي كيكون عندك شي حاجه ديال الكولورين ولا الاكتيفيتي ولا شي حاجه الكونتوني الا كان مختلف من الاحسن، ولكن الا كان نفس الكونتوني وكدير لي كوفرتور بزاف هنا راه كاين مشكل. دونك غادي ندوزو للخطأ الثاني اللي هو عنده علاقة بالتريد مارك اللي هي العلامة التجارية. تريد مارك شنو كنعنيو بها؟ يعني كيقول لك بانه يعني بغيتي تصايب واحد الكتاب، خديتي واحد لي ديزاين ديال واحد الشركة ولا ديال واحد البراند اللي هي معروفة، ولا خديتي واحد اللوغو اللي هو معروف عالميا وبديتي كتخدم فيه في الكتاب ديالك. بحال دابا غادي ناخدو لي زيكزامبل توجور ديال هاد الكولورين بوك، هاد لي برانسيس اللي كتشوفو هنايا اكيد الاغلبية فيكم عرفوا بانه عنده علاقة بديزني، يعني هاد لي ديزاين هادو معروفين و فوالا. دونك كاملين عارفين بان هذا الشيء ماشي ديال هذا الشخص هذا، وهذا الشخص هذا اختار يديرها الى شفتو في لو تيتر داير بانه زعما ما ديرش الكلمات اللي يقدر يبينوا بان هذا الكتاب هذا راه مأخوذ من ديزني، حيت الا دار الكلمة ديال ديزني في لو تيتر يقدر يرجتي لي امازون. دونك حاول يدير جمل بسيطة في لو تيتر، ولكن ليماج و لي زيلوستراسيون 45 ايلوستراسيون اللي داير هنايا فيهم مشكل، حيت هادشي كامل سي دي ديزاين ولا اللي ماشي ديالو ديال ديزني. دونك هذه كتسمى داخله في علامه تجاريه، يعني ما يمكنش تجي تستعملها. وكما شفتوا هنايا في الهيليوم تان في هذا لو غراف هذا اش كنشوفوا بان الشخص بدا كيبيع في الاول بشويه، ومن بعد بدا الغراف غادي وكيهبط، يعني بدا كيبيع مزيان فاش دخل هذا شهر اوت. وكما شفتوا اخر حاجه بالنسبه للعدد ديال اليوم في البيست رينك ديالو راه واصل 2500، يعني راه مكلاسي مزيان في لا كاتيجوري، ويعني راه كيبيع مزيان. ولكن هذا الشيء بيان سور ما يغركمش، حيت كيبيع مزيان دابا هذيك الفلوس غادي تجي من بعد ولا تقدر تجي من ورا شهرين كما كتعرفوا. نورمالمون المبيعات اللي كيبانو دابا يعني ما كيدوزو ليه البايونير مثلا حتى كدوز شهرين على المبيعة. يعني هاد الشخص هذا كيريسكي بزاف، ويقدر لو كونت ديالو يتسد بيان سور قبل ما يوصلوا هذوك الفلوس. يعني علاش غادي الواحد غادي ريسكي سورتو بالكونت ديالو الا كان خدم به بزاف ودار به بزاف ديال الكتوبة وضرب عليهم تمارة، يجي ريسكي على كتاب واحد باش يربح شوية ديال الفلوس بارابور لهدف الشهر، وفي الاخر يتسد ليه الكونت كتجي شي حاجة قاسحة شوية. دونك بنفس الطريقة في الكتاب الثاني ديالو كما كتشوفو، دونك هذا تا هو مكلاسي 39500، يعني كل نهار تقريبا راه ملي كتشوفو لو غراف هابط معنيتو بانه دار على الاقل مبيعة. يعني هنا عاوتاني داير 50 إلستراسيون ديال نفس الكتاب، ومبدل كما شفتو لوتور راه مبدل السمية. بالنسبة لي أنايا كما شرحت لكم ما حد كتقيس التريد مارك راه كاين مشكل، دونك سي ا ايفيتي. ان تخوازام اكزومبل ديال سوبر ايرو، دونك نفس القضية كاملين كنعرفوا هاد لي سوبر هيرو، شفتهم على الاقل مره واحده في حياتكم. دونك راه باين بان هاد لي سوبر هيرو ديال مارفل كيما كتشوفوا هولك، ايرون مان، سبايدر مان، يعني شي حوايج اللي باينين وما خصش الواحد كاع يقرب ليهم، حيت باينه بانها علامه تجاريه. وهاد الشخص هذا راه حط الكتاب في الاول ديال شهر 7، وكما شفتو دونك في شهرين تقريبا راه المبيعات عنده فريمون البئسر هابطه بزاف. علاش هاد الشيء؟ بيان سور علاش الناس كيشريو؟ حيت سيت اون مارك ديبوزي، وحيت كاع الناس كيعرفوا هاد البراند هادي اللي هي مارفل، وكاع الناس غادي بيان سور غادي يشوفوا هاد لا كوفرتور غادي يبغيو يشريو.
ما كيتسوقوش بزاف اللوتور، حيت في امازون سورتو لي زوتيليزاتور مهم ليسونسييل هما يشريو، ولكن حنا اون طونك بيرسون اللي كنخدمو في هاد الدومين هذا راه كنعرفو بان هاد الكتوبه هادو راه ماشي زعما ماشي حاجه ما طونك كتوشي في البراند، دونك راه كاين مشكل، يعني يقدر الكونت ديالك يتسد دان جوغ ا لوتر، دونك كتراك خدام في الريسك. دونك غادي ندوزو للتخوازيام خطأ ولا الحاجة اللي خصكم تردوا ليها البال، اللي هي الكوبي رايت وحقوق النشر. دونك الكوبي رايت شنو معنيتها؟ كتاخد الخدمة ديال شي واحد اللي عنده الخدمة ديال اوريجينال، كتاخدها ليه وكتحاول تقادها بالشكل ديالك وبالطريقة ديالك وتبدل فيها شي شوية وكتصايبها وكتحطها على اساس بانها حتى هي غادي تتبع لك مزيان. بحال الا خدينا هاد ليكزومبل هذا ديال هاد اللوغ بوك بالنسبه لدوك الباسورد، دوك هاد الشخص هذا اللي الفوق كما كتشوفوا كيبيع مزيان، يعني من نهار حط الكتاب ديالو في 26 اكتوبر 2019 عنده بزاف ديال المبيعات ومشي ليه مزيان تالمون طلع ليه داكشي في زعما بيست سيلر. دونك غادي يجي اشخاص واحد اخرين غادي يشوفوا هذا الكتاب غادي يبغي يديروا نفس الحاجه باش حتى هما يبيعوا. وهنا لقيت لكم دو زيكزومبل ديال دو زوتور ديفيرون، لا يقدر يكون لو ميم غير مبدل ديزاين، حيت كما كتشوفوا هنايا غير هاد الكلمه الاولى داير هنا لي زيتوال، هنا داير لي بوين، يعني بالنسبه لو ديزاين هنا عندكم لي فلور، دونك هنا اربعه كما داير هو الفوق، لي برونش، لو فون، يعني كل شيء تقريبا بحال، يعني شنو كيقول لك امازون في هذه الحاله. الا مشينا لا بارتي ديال الهيلب في امازون باش نشوفوا شنو هما لي جايد لاين اللي خصنا نحترموهم والقوانين، كيقول لك بان بالنسبه للكوفر ايماج في هذه لا بارتي هذه غادي تلقاوها في الهيلب، بالنسبه للكوفر ايماج انا سطرت لكم هنايا بالصفر على هذا المشكل بالضبط، كيقول لك ما خصش الخدمه ديالك تكون كتشبه ولو بقليل الخدمة اوريجينال ديال واحد الشخص اخر، يعني الواحد خصو يكون شوية كرياتيف عاوتاني، ميمكنش تبقى غير تكوبي كولي ودير البلاجيا وتكوبي هذا وتكوبي هذا على اساس غادي يخدم لك. وبيان سور الا جيتي تشوف هاد الاشخاص هادو، يعني هاد الكتوبة اللي داروا لهم كوبي كولي وبدلوا شوية في الديزاين، راه فينالمون ما كيبيعوش بزاف، يعني الاشخاص راه الكاستمر عاوتاني ماشي بليد، يعني على الاقل غادي يشوف بالنسبه لي زيتوال والريتين ديال هذا الكتاب هذا، دونك كيتباع بزاف، دونك غادي يبغي يشريه، فيه دي كومونتير غادي يبغي يشريه وما غاديش يشري هاد الكتب الاخرين. وهذا الشيء كيدخل في لو تيم في القانون اوسي ديال امازون، كيقول لك زعما بان ما خصش تكون عندك الميس ليدين انفورميشن، يعني خصك دير لي زانفورماسيون كيف ما هما، يعني ما تكذبش على الكوستومر، يعني كتاب مثلا نعطيك اكزامبل، مثلا الكتاب الكوفرتور ديالو انت دايرها جلوسي يعني بريانت، وفي الكومنتير ولا في لا ديسكريبسيون ديال لو برودوي ديالك كاتب بان نورمالمون الفينيسيون ديال الكتاب بانها مات، يعني ماشي بريانت، دونك هذا اشكال، يعني حتى ليكسبيريونس يوتيليزاتور ولا ليكسبيريونس كليون ما غاديش يعجبو الحال بيان سور، حيت هو طلب واحد الحاجه واستلم واحد الحاجه اللي كومبليتمون ديفيرونت من داكشي اللي طلب، وهنا كيكون اشكال وكيكونوا دي روتور، وفوالا راكم عارفين لي روتور، واخا نتوما ما كتجريوش لي روتور في كي دي بي، ولكن راه امازون كتجري لي روتور وهذا اشكال بحد ذاته. دونك غادي ندوزو من الاخطاء اللي تقدروا تطيحوا فيهم. دونك الخطأ الرابع عنده علاقة بالمالتيبل اكونت، يعني الحسابات المتعددة، يعني كاين بزاف الاشخاص اللي كيقدر يكري كونت الاول ديال الكا دي بي يخدم به، يعاود يكري ان اوتر كونت وهو في المنزل مثلا ديالو كي تكونكتا بهذا الكونت شي تكونكتا بلو دوزيام، يعني امازون عنده الامكانيات باش يعرف بان راه نفس الشخص، يعني نفس الادريس اي بي اللي خارجه ولا هذا، وهو في القانون ديالك ولا القانون ديال امازون من الاول قال لكم بانه راه خاصهم يكون عندكم كونت واحد فقط،
يعني الى مشينا فاش كتكون كدير لانسكريبسيون في امازون في الاول كيجبد لك الكي دي بي تيرمز اند كونديشن، يعني شنو هما القانون الداخلي ديال الكي دي بي واش كتوافق عليه ولا لا. وهي هذاك التكست اللي كيكون كبير اللي غالبا لا ماجوريتي ديالنا ما كيقراوش، كنهبطو كنسكروليو حتى لتحت وكنوركو على اجري. دونك فهاديك لا بارتي عندكم لا بارتي 4.2 كيشرحوا لكم بان تو سكي ان غولاسيون مع لو كونت بحد ذاته، كيكتبوا لكم بانه كيقولوا لكم بانه نو من تيب اون اكونت، يعني خص يكون عندكم كونت واحد اللي تخدموا به. وكاين واحد الخطأ اللي هو شائع عند الناس، مثلا الناس كتسحب لهم بان مثلا بزاف الناس كيقول لك بان عندي كونت واحد دونك عندي غير السميه ديال الاوتر واحد ما يمكنش ندير بزاف. كاينين هاد الناس اللي كيفكروا بحال هكا، غادي نقول لهم بان هذا خطأ، يعني الكونت واحد اللي عندك تقدر دير السميه ديال بزاف ديال لي زوتور وتخدم بهم واخا يكونوا مختلفين، يعني ما تقدرش، يعني عندك الحق دير بزاف. الناس كيمشيو يكريو كونت واحد اخر باش يديروا ان نوت خوتر ويخدموا به، وهذا اشكال بحد ذاته. اللي كتبوسي الناس يديروا هذه القضيه هذه هي سورتو هذيك صفحه المؤلف، حيت كما كتعرفوا هذيك سنترال اوتر بيج اللي كنت شرحت لكم ديال صفحه المؤلف كيفاش تكريو الصفحه ديال المؤلف في الفيديو، اللي ما شافهاش يقدر يرجع يشوفها. فهذيك الصفحه كتقدروا بالنسبه للكونت ديالكم ديال كي دي بي عندكم الحق تكريو غير ثلاثه ديال الصفحات با بلوس، يعني ثلاثة الصفحات اللي تقدروا تكريو. يقدر هاد المشكل هذا ولا هاد العائق هذا يقدر يؤدي للناس يمشيو يكريو كونت واحد اخر باش يدير صفحات اخرى ديال الاوتر بيج. دونك يقدر يكون هذا سبب من الاسباب اللي كتخلي الناس يكريو ان دوزيام كونت. وبالنسبة لواحد الحاجة اخرى، واحد لا بريسيزيون، الى امازون بانوك ولا سدوا لك الكونت ديالك ووصلك ميساج بان مثلا ما احترمتيش الكوبي رايت ولا ما احترمتيش شي حاجه في القانون ديالهم وبان الكونت ديالك تسد، يعني انا بالنسبه ليا خصك تمشي تشوف شي مجال اخر، يا اما شي حاجه الترناتيف البروغرام ديال امازون كي دي بي سوغ انترنيت، يا اما شي مجال اخر لي ديفيرون. حيت الى عاودتي كرييتي ان اوتر كونت بيان سور غادي تحاول تدخل على اساس بانك شخص اخر، وهاد الشيء كامل كيقولوا لك في امازون في هاد لابارتي هادي، بانك كيقول لك ما تحاولش في هاد لابارتي هادي كيقول لك ما تحاولش تاخد فوس ايدونتيتي ولا تدخل في زعما بحساب ديال شخص اخر على اساس انت شخص اخر. دونك كما قلت لكم عندهم امكانيات باش يقدروا يعرفوا بانك انت راه هو هذيك لا ميم بيرسون اللي بلوكاو ليك لو كونت وسدوا لك الحساب ديالك، يعني من الاحسن ما تحاولش تدخل في هاد المشاكل، حيت غادي تكري الكونت وغادي تقدر تخدم به شي شويه وعلى اساس بانك بديتي كتربح شي شويه وغادي يزيدوا يسدوا لك الكونت، حيت غادي يلقاو بانه راه effectivement داكشي اللي دايرين هما في القانون راه ما احترمتيش. دونك غادي ندوزو من بعد للخطأ الخامس اللي هو don't cheat، يعني لا تغش في امازون. كاينين الناس اللي كيستغلوا الالغوريثم ديال امازون ديال كيفاش امازون كي بوزيسيوني الكتاب ديالك فاش يلاه كتبوبليه، يعني فاش يلاه كتبوبليه امازون كيعطي الكتاب ديالك واحد يومين ثلاث ايام ولا وقيله سيمانه، كيعطيها واحد الفرصه، كيعطي الكتاب ديالك واحد الفرصه يبان في الصفحات الاولى ديال لا ريشيرش. دونك كي بوزيسيوني الكتاب ديالك وكيعطيه فرصه وكيشوف امازون الالغوريثم ديال امازون كيشوف واش الكتاب ديالك غادي يبدا يتباع ولا لا. دونك كاينين بعض الاشخاص شنو كيديروا، كي الكتاب اللي متباعش ليهم كيشدوه كيديروا ليه ان بابليش وكيعاودوا يبوبليوه باش يعاودوا يستغلوا هاد الالغوريثم ديال امازون اللي يعاودوا يبوستي ليهم الكتاب ديالهم باش يتباع. وهذا خطأ شائع، يعني الالغوريثم ديال امازون راه كل مره كيتاميليورا وكل مره كيزيدوا عليه اضافات جديده، يعني انا بالنسبه ليا بلا ما تمشي في هاد لابيست هادي، حيت سي سور كو غادي يعرفوا بانك كدير هاد لي زاكسيون هادو، وغادي يعرفوك بانك كتحاول تستغل امازون وكتحاول تغش، وامازون غادي تسد الحساب ديالك.
واخر حاجه واخر خطا اللي كيوقعوا فيه بزاف الناس هو المسليدين نيم، يعني اسماء مضلله. يعني هذه عندها علاقه بالاسماء ديال لي زوتور، يعني كاينين بعض الاشخاص اللي كيمشيو يديروا اسماء ديال يا اما ديال الناس اللي مشهورين يعني في شي مجال. مثلا الا خدينا المجال ديال كرة السلة، يعني يقدروا يديروا اسماء ديال شي لاعبين على اساس بانهم هما هذوك الناس هما اللي حطوا الكتاب. وهذا مشكل كبير، يعني يقدر الكونت ديالك يتسد. حاجة أخرى، كاينين ناس واحد آخرين اللي كيقدروا يديروا في السمية ديال لوتور، يدخلوا سمية ديال شي اوتور واحد آخر اللي تا هو كيخدم في المجال ديال كا دي بي، وهذاك لوتور الآخر اللي غادي يدخلوا السمية ديالو بيان سور هو عنده شهرة كبيرة في كا دي بي، والكتوبة ديالهم ماشيين مزيان. دونك هاد الشخص هذا كيحاول يتقمص نفس الدور ويدخل السمية ديالو في فلوتر على أساس بأنه هو هذاك الشخص. وهذه حتى هي كتقدر تأدي الحساب ديالك باش يتسد. وكاينين حوايج اخرين اللي مثلا ما تقدرش البراند نيم، يعني ما تقدرش دير شي عملة تجارية في سمية ديال لوتور، حتى هي كذلك غادي تأدي الكونت ديالك يتسد. يعني هادو هما ستة ديال الأخطاء اللي بانوا لي لحد الآن يقدروا يؤديوا المشاكل مع أمازون. وأنا يا النصيحة اللي نقدر نعطيكم سكو خصكم تحترموا هذا الشيء. إلا احترمتوا غير هاد الستة راكم مزيان. بيان سور كيكونوا حوايج أخرين اللي هما صغار، وهذا يفو إيفيتي، وكيكونوا باينين. دونك يحاول الواحد يكون شوية كرياتيف، يدير الخدمة ديالو، يحاول يدير واحد المجهود. إلا كنتي غير كتغش من هنا من هنا من هنا، جوبونس با غادي تمشي بعيد في الدومين. دونك خصك تدمر شي شوية. دوك الناس اللي كتشوفهم ناجحين في كا دي بي راه داروا واحد المجهود، يقدر يكونوا هما كاع شركة إما صغيرة مويا ولا كبيرة كاع خدامين في كا دي بي. يعني الخدمة ما كتجي مع الوقت. دونك انا بالنسبة ليا خدمتي على شي حاجة دمرتي عليها راه ضروري ان جو غولوط غادي يبان الريزولتا. ما خدمتيش بديتي غير كتكوبي لو ديزاين ديال دوتر بيرسون، انت براسك مع الوقت غادي تمل، مع الوقت غادي تعيا، حيت ما غاديش تشوف لي سيلز، ما تشوفش المبيعات، وغادي تمل وغادي تابوندوني وغتقول هادشي ما خدامش، وهاد البروغرام هذا ما خدامش ليا، وما كنبيع ما كندير حتى حاجه. دونك صافي غادي تمشي. اما الا كنتي كتضرب تمر على واحد الحاجه وكيبانوا لك شويه ديال لي سيلز، غادي تشجع، غادي واخا تبان لك غير سيلز وحده واقيله في الشهر ولا في شهرين، غادي تموتيفا شي شويه، غتقول راه سي فغي كاينه شويه الفلوس في هذا الشيء، كاينه شويه زعما كاينه شي فرص نربح من هذا الشيء، وتموتيف اكثر وتزيد لقدام. المهم جيسبيغ كو الفيديو عجبتكم، نيزيتي با الى عندكم دي كيسيون. ان شاء الله مازال دوتر فيديو جايين. شكرا على المشاهده، سلامه.